بنصادف بحياتنا كتير من المواقف، بعضها بيكون عابر وبعضها بيترك أثر كتير كبير علينا من حيث الناحية النفسية. بعض المواقف ممكن تسبب لنا خوف، وللأسف هذا الخوف ما ممكن يكون للحظات معدودة، وإنما ممكن يكون مستمر ويصير عنا نوبات هلع متكررة كل ما نرجع نشوف نفس الحالة أو نرجع نعيش شيء مشابه للموقف يلي مرينا. صحيح فاطمة، ودائما حالات الهلع يعني بتوصلنا لأماكن ممكن ما نكون حاطينها حسباننا أو ببالنا، بتدهور حالتنا سواء بالظاهر أو حالتنا النفسية. إذا بدنا نقول حالات الهلع مخيفة، البعض بيتعامل معها بشوي من البساطة إذا بدنا نقول أو التساهل، ولكن ممكن هاي الحالات توصلنا لأماكن كتير مظلمة وخطيرة. نحكي عن حالات الهلع وأسبابها وكيف نقدر نتفاداها أو نعالج حالنا منها، هاي التفاصيل كلها مع الاختصاصية الاجتماعية فاطمة العبدالله اللي صارت معنا ضمن استوديو دامسكو. أهلا وسهلا فيكي فاطمة، يعطيك العافية. الله يعافيكم. هلا، اهلا وسهلا يا فاطمه. يعني اول شيء، امتى بيكون الهلع طبيعي؟ بعدنا بالحد الطبيعي عند الانسان، امتى بيكون هذا الشيء مفروغ منه وخلص، يعني ما بيخوف انه موجود؟ هلا هي مو هلع، خوف. هلا طبيعي واجباري، والخوف هو حاله شعوريه ونفسيه طبيعيه. يعني اليوم اي حدا او اي شخص فينا ممكن انه بمواقف معينه بيشعر فيها بالخوف، او مثلا من اشياء مستقبليه او من بعض النتائج، فممكن انه يشعر بخوف. بس امتى بتصير مثل ما تفضلتي حضرتك غير طبيعيه او مبالغ فيها؟ وقت الشخص بيوصل لحاله هلع من الاشياء المستقبليه او حتى من الحاله يلي هو موجود فيها. نحن وقت اللي بنحكي عن الخوف، مشاعر الخوف العاديه الطبيعيه يلي انا بشعر فيها بحزن او بخوف من هذا الشيء، وبتجاوزها يعني بنفس النهار او بنفس الوقت. تمام. او بس لحتى يخلص هذا المثير او هذا المسبب. تمام. اما اذا بدنا نحكي عن الهلع، فهو بده يكون مستمر وبده عده. تمام. يعني وقت، يعني وقت منيح لحتى الشخص يقدر انه يتجاوزه. تماما. اما اذا طولت فنحن بنكون عم نفوت بموضوع اخر يعني. تماما. فاطمه، اليوم دائما بنقول بالحياه العاديه والعاميه هلع، وصارنا بحاله هلع والمجتمع بحاله هلع. خلينا شوي نروح لتعريف اضطراب الهلع اليوم كمصطلح، خلينا نبسطه شوي ونوصله للمشاهدين اليوم، هاي الحالة شو هي؟ هلا لو اجينا وترجمنا علميا مصطلح اضطراب الهلع او البانك ديس اوردر، بنشوف انه هي حاله من الخوف الشديد وعدم القدره على السيطره. يعني الشخص بهي الحاله ما بيقدر انه يعمل كنترول على الاستجابات او ردات الفعل، وللاسف يعني هي ما بتضل اشياء نفسيه داخليه، انما هي بتصير ردود افعال جسديه مبالغ فيها. نحن بنفكر انه الشخص بيقدر انه يضبطها، هي بحاله لا اراديه، يعني ببلش يتعامل مع مواقف حرفيا هلع، انه ما بيقدر انه يسيطر على الحاله اللي هو فيها. وهي الحالة بدها تكون متكررة. هلا حسب ما حكوا بالدي اس ام 5 يلي هو كتاب الجمعية الأمريكية للطب النفسي، انه اي شخص بحياته ممكن يمر بمرحلتين او بحالتين طوال حياته من اضطراب الهلع او حالة الهلع. اما وقت اللي نحن بنشوف انه هي حالات متكررة عم تصير مع الاشخاص باوقات عشوائية، يعني الاشخاص يلي عندها او بتعاني من اضطراب الهلع هن باي وقت وباي زمان وباي مكان ممكن انه تجي هون البانك اتاك، يعني بيجوا هي الحاله باي وقت، ممكن وهو عم يسوق السياره، ممكن بوقت اجتماع عمل او باي مكان ممكن تصيبه. بس الشخص اللي بيعاني من هذا الاضطراب هو بيخاف اكثر شيء من تكرار هي النوبات. طبعا. وهي النوبات تقريبا هي بتاخذ وقت من 20 دقيقه ل 30 دقيقه. 20 ل 30 دقيقه بتضل مستمره حاله الهلع واضطراب. تماما. ترافق معها اعراض جسديه. تماما. بدي اروح شوي نفرق بين انا ردة فعلي الطبيعية لموقف معين، سواء أنا عم سوق السيارة يمكن أتعرض لك بحادث بسيط، أو ممكن يكون رح يصير معي حادث وأنا خاف كردة فعل طبيعية، وبين أنا يصير عندي حالة هلع. اليوم أنا كيف بقدر أفرق، أو شو الحالة الطبيعية لحالة الهلع المسيطر عليه إذا بدنا نقول، أو حالة الهلع يلي بتقطع مرة مثل ما ذكرنا بالعمر، وبين الحالات المتكررة يلي بيتعرض لها شخص مرة ومرتين وثلاثة باليوم؟
هلا نتيجة تعرض الشخص دائما لحالات هلع، هذا الشيء بخليه يستمر بنفس الاستجابة، انه انا كل ما صارت معي، نحن دائما نقول الزائد اخو الناقص، يعني نحن اكيد بنخاف وعادي الواحد يظهر شعور طبيعي. الخوف صحيح. يعني سواء كان ذكر او انثى، نحن بنشوف انه الشاب لا انا ما بخاف من هذا الشيء لازم، او انا صرت كبير او صرت واعي ما لازم خاف. فوقت اللي بتحس انه في عندك حاله من المشاعر فرغها او عبر عنها، لا تكبتها ولا تقول انه انا بقدر وانا راح اتجاوز هذا الشيء، خلينا بالطبيعي، لانه بس صارت الحاله كبيره او يعني معقده عند الشخص صعب انه يتجاوزها، وهذا غير انه بده تاخذ وقت كثير اذا قرر انه يعالجها او يغير هي الحاله، بده تاخذ وقت كثير كبير. فنحن قبل ما نوصل للحاله المبالغ فيها، نحن بس شفنا انه الموضوع شوي عم يزيد عن حده، وانا لازم اني اطلب الاستشاره، او لازم اني اعرف على القليله شو السبب، او لازم غير حتى من ردود افعالي تجاه المواقف. يعني المواقف البسيطه، يعني مثلا شخص عنده امتحان، هو قد يصاب باضطراب هلع. طيب نحن كاشخاص انه بنشوف انه طبيعي انه كل شخص بيكون عنده امتحان يخاف، بس ما انه من الطبيعي انه انا يصير معي حالات نفسيه متطوره او متقدمه. صحيح. طيب اليوم يعني كنت عم تذكري انه الخوف بيجي من انه انا هذا الشيء عم يصير معي بطريقه متكرره نوعا ما، هذا تكرار حال نوبات الهلع خلينا نسميه بيكون نتيجه انه انا عم ارجع اتذكر نفس الموقف؟ يعني هل هو لازم يصير الموقف وعيشه لحتى تتكرر نوبه الهلع عندي، او بيكفي موضوع التذكر؟ يعني مثلا على سبيل المثال انه موضوع الزلزال، بعد لهلا الناس بيصير عندها خوف غير مبرر نوعا ما، بس حدا يحكي عن الموضوع انه بتتلبك وبترتعب، واذا حدا استمر بالحديث ممكن يعني يدخلوا بهي النوبه. فهون موضوع التكرار مرتبط بتذكر الحادثه او بتكرار العيش بنفس الموقف؟ يعني هلا في شغله حابه اقولها، انه نحن منشوف الأشخاص اللي عم بيعانوا من اضطرابات هلع، هن عندهم تجنب مثل ما تفضلتي، بيحاولوا يتجنبوا أماكن، يتجنبوا مواقف، يتجنبوا أشخاص، يتجنبوا كتير أشياء ممكن أنه تحفز عندهم الهلع أو تحفز الخوف. ففي علاج نحن بنسميه هو التعرض، أني أنا يعني واحدة من تكنيكات العلاج علاج بالتعرض، او العلاج النفسي، او السي بي تي، العلاج السلوكي المعرفي. فنحن انه نعرض الشخص لنفس المواقف اللي هي بتسبب له اضطرابات هلع، بس بتكون بطريقه امنه لحتى نضبط ردات فعلهم، او لحتى نغير لهم ردات فعلهم. اوقات مثل ما حكيتي انه كثير عم ببالغوا بردات الفعل، بس نحن كاشخاص عاديه عم نطلع على الموقف من بعيد بنشوف انه اوه عم ببالغوا كثير، بس هذا الشيء مثل ما حكيت بالبدايه، هذا الشيء ما بيقدروا انه هنا يسيطروا عليه، فهذا الشيء يعني بشكل لا ارادي الشخص ببلش يعبر عن الخوف والهلع عنده. تماما. فاطمه بدي اروح شوي لموضوع الاعراض، اذا كان انه ممكن الاعراض تترافق باعراض نفسيه وايضا اعراض خارجيه ممكن تظهر على جسد او على شكل الشخص المعرض لهي الحاله، خبريني شوي عن الاعراض، شو ممكن نستشعر فيها انه هذا الشخص عنده حاله هلع؟ اضطراب الهلع في له عدة أعراض مثل ما حكينا بالبداية، ممكن تكون نفسية، ممكن تكون ردود أفعال جسدية. نوعا ما المريض أو الشخص المصاب بهذا الاضطراب وقت اللي بيكون موضوع بس نفسي ما بيسأل عنه أو ما بيروح بيعالجه. هلا طبيعي أي شخص ممكن إنه يحس بأعراض أو أوجاع عضوية بجسده، هو ممكن إنه يروح يسأل، يشوف طبيب، يحاول يلاقي علاج. أما إذا كان الشيء داخلي أو نفسي، أول شيء لصعوبة التعبير عن الأشياء اللي بداخلنا، هو ما بيعرف إنه هل أنا هذا الشيء طبيعي ولا لازم إني أسأل عنه. وشغلة ثانية إنه هو ما بيعرف يعبر إنه أنا أوكي إذا بدي أروح عند مختص كيف بدي اشرح له عن الحاله. صحيح. نحن اوقات حتى مشاعرنا ما بنعرف نعبر عنها، خاصه تكون موترين نوعا ما، بيكون عندنا تشوش تماما بالتعبير عن الحاله. فكيف بدي اعرف اعبر او اوصل لك شعوري الداخلي؟ تماما. امتى ببلش يسال عن هذا الموضوع؟ امتى بحاول يعالجه؟ وقت الموضوع يتطور لانه يصير في ردود افعال واعراض جسديه. واذا بتسال اي شخص مصاب او بيعاني من اضطراب الهلع بيقول لك انه انا متضايق من الاعراض الجسديه اللي هي بتكون وهن اوقات تسرع بمعدل نبضات القلب،
غثيان، ممكن يصير في تقلصات بالمعدة وأوجاع عامة بالجسد، والتنفس بيكون بطريقة غير صحيحة، فبتلاحظ أنه ممكن يصير في سرعة بالشهيق والزفير عنده لأنه ما بيقدر يضبطه. وشغلة تانية أنه هو ما بيعرف يحكي، بصير في تلعثم أو حتى بيتلبك بالحكي، ما بيعرف وما بيعرف ياخذ قرارات بهاي الفترة. وأكيد نحن بننصح أنه وقت اللي بتكون بهاي الحالة ما تتخذ أي قرار مهما كان موضوع كبير أو مهما كان موضوع هذا مهم، لا تتخذ قرارات لأنه بيكون العقل أو الدماغ ما عم بيفكر بالطريقة السليمة. ممكن يصير في كمان عند الشخص صداع، انفصال عن الواقع، كمان انه بيصير بيحس انه هو الشيء اللي عم عيشه ما بيشبه الشيء اللي انا عم حس فيه. تمام فاطمة، بدي اسالك، نوعا ما احيانا بنمر بحالات انه الاهل، بحس هي مسؤوليه الاهل انه مثلا بيمر احد افراد العائله بهيك نوع من الاضطرابات، بيغمى عليه، ببلشوا حاجتك تمثيل، حاجتك ما بدها هالقد، بياخذوا الموضوع بانه عم يتدلل، بيكون في تعامل غير منطقي مع الحاله. اليوم قديش مسؤوليه الاهل من هي الناحيه، وخصوصا مثل ما ذكرتي انه اليوم نوبه الهلع ممكن توصل شخص لانه ما عاد قادر يحكي يعبر شبه، ما عاد قادر يحكي يعبر انه انا من شو خايف او شو شفت او شو ضايقني. فاليوم قديش مسؤوليه الاهل بتوقع على هذا الجانب، يكونوا واعيين انه انا ابني او هذا الفرد من العائله عنده البانيك اتاك اللي عم تجي كل فتره معينه، مثلا نتيجه حادثه أو موقف متكرر بيذكره أو بيشوفه. هلأ نحن أنا بشوف أنه كل المشاكل ممكن الشخص بتكون معه من مرحلة الطفولة مروراً بالمراهقة وصولاً لمرحلة الشباب، هاي الأشياء الاضطرابات أو المشاكل النفسية ما عم تنعطى الاهتمام أو ما عم تنعطى الشيء اللي هي حقها فيه. مثلا مثل ما تفضلتي انه لا انت ما فيك شيء، انت يمكن تبالغ ولا تدلل كذا، ما بيتعاملوا للاسف مع المشاكل النفسيه جدية. بشكل جدي تماما. نحن اوقات بنظلم الاهل بهي النقطه، انه وقت اللي بنكبر بتعمل فلاش باك او تتذكر مرحله الطفوله وهي المراحل اللي انت مريت فيها، وبنحط اللوم على الاهل. هي مرحله يمكن الدادي او مامي ايشوز، هي اللي بتصير انه انت بتلوم اهلي انه هن بسببهم صار هيك، او بسبب تعامل، او بسبب قصه، او بسبب اذا بدنا نقول استخفاف بحاله معينه فوصلنا لهي النتيجه. نحن بنفكر انه بنملك الحق بانه نحن نلوم الاهل، بس نحن ما بنعرف انه 98% من الاباء والمربيين هن عملوا او بذلوا جهد كثير كبير لحتى يوصلوا الشخص او الولد عندهم للحاله المثاليه بالنسبه لهم. فهن يعني يمكن بطريقه سلبيه، ولكن هن اكيد همهم انه الولد يكون باحلى صوره أكيد. بالنسبه لهم. كثير باوقات بتشوفوا انه سبب اضطراب الهلع هو ممكن يكون بسبب جو البيئة، جو البيئة اللي هو عم يعيش فيها أو جو العائلة. خلينا نقول ممكن يكون هو بسبب ضغوطات العمل، ممكن يكون سبب ممكن يعني أي سبب ممكن هو يؤدي هاي المشاكل، بس نحن بنشوف إنه أول شيء هو الجو الأسري. ممكن يكون علاقات مشحونة بالأسرة، في مشاكل توتر بين الأب والأم تماما، في مشاكل أسرية، فهذا الشيء ممكن يخلق عند الشخص حالة من الهلع. إذا ما تعامل معها بالشكل الصحيح هي ممكن إنه تتضاعف، ممكن إنه تتطور عند الشخص. تمام. هذا صحيح. بدي أروح شوي لموضوع النوبات اللي ممكن تصيب الشخص. في مستويات، في نوبة شديدة، نوبة بسيطة، مسار النوبة وقت بخلال 30 دقيقة لنا أو وقت معين للنوبة، اليوم كيف تمشي أو كيف تتطور هاي الحالة، هي محددة أو لا؟ هلا الاشياء اللي بيمر فيها تمام مثل ما حكيت انه حاله ممكن هي بشكل عشوائي، ممكن تجي هي النوبه باي وقت، ممكن يكون مثل ما حكينا من شوي انه هو تذكر موقف او مر بمكان سبب له هذا الشيء. وكمان هي ممكن الازمات او الصدمات النفسيه هي ممكن انه تذكر الشخص، ممكن انه ترجع تعيشه بنفس الحاله. هي المده الطبيعيه بالنسبه لاضطراب الهلع انه هي تاخذ تقريبا 30 ثانيه 30 ثانيه مو 30 30 دقيقه تمام 30 دقيقه
بمر بنفس الأعراض وبيوصل لحالة أنه أنا ممكن أني أفقد حياتي، لأنه هي الأعراض هي اللي عم تطلع مثل تسرب نبضات القلب، غثيان، صداع، هذه هي مثل الجلطات أو النوبات القلبية. فهو بفكر أنه هو ممكن عم يتعرض لنوبة قلبية، وأوقات الخوف لحاله هو كفيل على أنه يقضي على الشخص تماماً. نفسياً وشعورياً. هلأ هو الموضوع اليوم، يعني نحن لما نحكي على نوبة هلأ هي ناتجة عن شيء بالفعل يسبب الخوف، أو ممكن تكون ناتجة عن سلوك معين، يعني في تفكير زائد مثلا. تماما، أو مثلا سلوك بيوتر، مثلا هو في مثلا سلوك معين ممكن طقطقة أصابع أو أي سلوك، يعني أنا عم بعطي مثال هيك لا على التعيين، ممكن يكون هذا الشيء بيوتره، تكراره بطريقة معينة، بطريقة أنه هو متوتر ولسه حدا إجا يعمل هذا الشيء قدامه، ممكن يعمل هي النوبات أو لا، هذا الشيء مغاير، يعني نحن أنه هي بتكون نوبات ستريس أو نوبات هلع، يعني شو التشابه بالموضوع ممكن يكون؟ هلا أي شخص فينا عنده حد معين للخوف أو للصدمة النفسية، بالنسبة لي يمكن موقف معين بيسبب لي صدمة أو بيسبب لي نوبة هلع، ما بيشبه الموقف يلي بيسبب لك أنت أو بيسبب للأستاذ بشار هاي النوبة. فالأشياء بحد ذاتها هي ما بتسبب مشاكل نفسية عند الشخص، إنما إدراك الشخص واستجابته لهي المواقف أو ردات فعله تجاه هاي المواقف هي اللي بتسبب. شفنا مثلا الزلزال، يعني هو آخر شيء، يعني آخر تقريبا مشهد أو آخر حالة مرينا فيها، أنا كشخص قدرت أني أرجع للشكل الطبيعي لحياتي، لروتيني، وقدر نام، تجاوز هذا الموضوع. بالمقابل في أشخاص كتير للآن هنن عم بتعاني من هاي المشكلة وبتقلك أنه أنا ما قدرت أني أتجاوزها، رغم أنه نفس الحدث مر على الاثنين، ولكن شخص تجاوزه وشخص هو كان سبب او كان مشكله بالنسبه معناها لي. هون عم نحكي عن طريقه التعامل او طريقه التعاطي اللي ممكن يخلينا نوصل للتشافي النفسي من الحاله النفسيه اللي عم تصيبنا. اليوم كيف ممكن احنا نتعامل مع هي الامور؟ يعني كيف انا اذا عندي نوبه هلع من شيء معين، كيف ممكن اني اتخطاها؟ شو لازم اعمل؟ هلا اول شيء بنحكي او يعني قامت هي الحلقات او القنوات مشكوره بانه عم توعي او عم تضوي على اشياء وامور كثير مهمه بما يخص الصحه النفسيه والسلامه النفسيه، لحتى الاهل يزيد وعيهم، لحتى الشخص كمان، يمكن اي حدا اليوم عم بيتابع عم بيقول انا طلعت عندي هاي الاعراض، انا عم عاني من هذا الموضوع. صحيح. انا الضغط الشغل عندي وصلني لحاله هلع مثلا. فهي التوعية هي بتخلي الشخص بيتشافى أكثر، أو ما بيوقع بالمشكلة، أو حتى لو وقع بهي المشكلة هو بيعرف كيف يتجاوزها. أولاً منقول إنه موضوع اضطراب الهلع بشكل خاص هو ما بيقدر الإنسان إنه يتجاوزه بشكل فردي، بس في احتياطات. أنا قبل ما أوصل لهي الحالة في حالة من تبسيط الأمور، ما منروح لتسخيف الأمور، لأنه في فرق اني بسط الامور على نفسي وبين اني سخف واتعامل مع الموضوع انه يلا عادي، رغم انه هو بيكون حدث كبير او حدث صادم بالنسبه يلا عادي بس من برا يمكن بس هي داخليا اكيد هي بتكون موقف صعب. دائما بقول عبر عن مشاعرك، لا تكبتوا مشاعركم. اي صدمه نفسيه او اي حاله نحن بنمر فيها تذكر دائما انه هي بس حاله، وقت شعور بهي اللحظه او بهي الفتره، واكيد راح تتجاوزه. قال اذا كان الجو اليوم غائم او ماطر فاكيد بكره ممكن تكون راح تطلع شمس. فهي استمراريه المشاكل هي حاله طبيعيه للحياه، انه انا ممكن بكل يوم اتعرض لمشكله. مش الحياه بيقولوا تماما. فانه انا بكل وقت ممكن يكون في عندي تحدي، ممكن يكون في عندي عقبات، فهذا الشيء بيعتمد كمان على مرونه الشخص. ودائما وقت اللي بتشوف انه انت وصلت لحاله ما بتقدر انك تسيطر عنها او ما بتقدر انك تسيطر عليها، فما في داعي انه نحن نزوي ونقول انه هي مشكله لإلي وانا بدي حلها لحالي. فدائما بنقول اطلب الاستشاره وما نخجل من هذا الموضوع. يعني اليوم
العلم النفسي او الصحه النفسيه كثير صار في تطور ومهم اليوم تماما لحتى تواجه كل جديد بحياتك. يعني تعقيبا هيك بالثواني الاخيره، اليوم العلاج يمكن ان يصل الى علاج دوائي او لا يقتصر على الاستشاره النفسيه فقط؟ اغلب الاشخاص اللي بتعاني من اضطراب الهلع هن بياخذوا ادويه، ويعني انا بنصح فيه دائما انه نشوف طبيب نفسي لحتى هلا اول شيء بنبلش بعلاج سلوكي معرفي، واذا كانت ما قدرنا نسيطر على الحاله او ما قدرنا انه نضبط القلق والهلع عند الشخص فممكن انه يكون في مساعده بمهدئات ادويه ثانيه هي بترفع السيروتونين عند او بجسم الانسان. فهي الاشياء الادويه هي كمان شيء طبيعي. في ناس تخاف من الموضوع الدوائي، بتقول لك انه انا ما بدي، بدي احاول قد ما كان اتجاوز الموضوع بشكل فردي او من خلال جلسات الدعم النفسي او العلاج النفسي، بس ما وصل للدواء. اكيد هو عادي لانه الدواء ما انه مستمر، هو فقط ممكن تجي النوبه او فقط بعده اسابيع هو الشخص خلص بيترك الدواء وبيقدر يرجع لحياته بشكل طبيعي. هلا اكيد التدخل المبكر هو بيساعد على ضبط الحاله اكثر من وقت اللي نحن اذا طولت معنا، لانه ممكن تؤدي لمضاعفات عند الشخص، بصير بتعطل حياته وبتعطل جوده حياته اليوم. صحيح، كل الشكر لك. يعني ودائما بنتمنى الصحه والسلامه للجميع، ومثل ما ذكرتي اهميه الصحه النفسيه و حالة التوازن النفسي للشخص اللي بتساهم كمان بانطلاقه بالمجتمع. كل الشكر لك فاطمة، نورتينا اليوم. نورتينا يا فاطمة، شكرا لك ولوقتك.